طيب كابتن طارق، النهارده قرعه كاس العالم منتخبات افريقيا المؤهله لكاس العالم منتخب مصر، شفت المجموعه عامله ازاي؟ كويسه ميسره ولا سهله؟ لا كويسه طبعا. لا كويسه طبعا. كويسه ايه؟ ما تقول سهله. هو احنا نضحك على الناس؟ انت عشان شهيد برضه. لا انت عشان شهيد مع السهل. لا قلت الناس. لا طبعا بالنسبه لسه طبعا طبعا. خلينا عارف ليه انا مش عايز اقول سهله؟ مش احنا بنقول سهله اول ما بتطلع المجموعه، اول ما بنبدا نلعب كل حاجه بتتصعب علينا. فجاه يطلع لنا فرقه واحده في المجموعه. أيوة. اللي هتلعب على ملعبها. بقيه الفرق كلها بره ملعبها، هتلعب في على ملعب محايد عند طارق في المغرب. انا بتحفظ كله بيروح المغرب دلوقتي. بتحفظ على فكره سهله عشان بقلق اول ما بنبدا كل حاجه بتتصعب. لا اصل خلاص انتهى كل يعني، خلاص الدنيا كلها والمنتخبات كله بقى مكشوف بصراحه يعني. وانت عندك الحمد لله منتخب عندك لعيبه كتير دلوقتي موجود، وزي ما قال لك كابتن ضيه انت عندك ميزه دلوقتي انك حتى انت هتيجي اصلا هتلاقي من الفرق دي هتلعب على ملعبك، يعني الماتشين هتلعبهم على ملعبك. يعني هتيجي بعد الثالث ماتش ولا حاجه هتلاقي الفرق بتلعب على ملعبك زي اثيوبيا. هتيجي تقول لك مش هروح بقى في حته ثانيه هلعب على ملعبك خلاص. يعني مثلا كده مثلا الماتش الاخير هحمل التكاليف واجي العب بالظبط كده يعني الماتش كده. فانت مش هتقابل بوركينا فاسو يعني. هو بس هيقابلها فين؟ هو بس هيقابلها فين؟ في المغرب. في المغرب طبعا. لا انا بنهرج انا. هو قلت له ايه؟ انا بقول لك يعني انا بتكلم على قوه الفرقه يعني. انما مع احترامي لكل الفرق هو الطبيعي جدا عشان برضو الناس تبقى برضو ايه ما تقولش اصل لا صعبه. لا احنا من امتى هنقول المجموعه بالنسبه لنا يعني؟ لا احنا منتخب مصر بقى يا جماعه احنا لازم نبقى موجودين على طول في كاس العالم يعني ان شاء الله باذن الله. لما يبقى ولكن تسعة فرق ونص بالظبط بالظبط يعني ما ينفعش يعني هنعمل ايه ما نروح يعني كل لا 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 لا, لا ما اعتقدش يعني. لا ما اعتقدش احنا الحمد لله المجموعه يعني. لا, لا 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 ان شاء الله ان شاء الله المنتخب النتائج كلها ايجابيه باذن الله. متفائل يا كابتن ضيه فيتوريا كمان شايفه طبعا مدرب كبير. طبعا فيتوريا مدرب كبير وهو عليه شاف قاعد بقاله سنه اهو لعب حوالي 4 ماتشات رسمي واثنين ودي او ثلاثه. لازم اكيد في خطته انه هيغير نوعيه الاحتكاك في الفتره اللي جايه لانه احنا محتاجين خلاص انت بقالك سنه خلاص محتاجين نغير نوعيه الاحتكاك ونطلع لتصنيف اعلى. بدايتها ماتش تونس ودي حاجه كويسة جدا تبقى خلاص تلعب بقى طارق ليفل اعلى.